الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضل ولا تضطرب موازين عدل له غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله وما الله بغافل عما تعملون وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وترك الناس أمام الحجة البينة ودين الله القويم فصلوات الله وسلامه وتحياته وبركاته على هذا النبي وعلى آله رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر صحابة رسول الله وعن التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم بفضلك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات حديثنا اليوم عن ثلاثة أصول هي أهم ما يصلح به حال الإنسان في خاصة نفسه وما يصلح به المجتمع المسلم ويكون فيه عزه وسؤدده وسعادته في الدنيا وفي العقبة هذه الثلاثة هي أولاً نفس مطيعة أن ترزق نفساً مطيعة نفس مطيعة إلى رشدها منتهية عن غيها والثانية ألفة جامعة تنعطف القلوب عليها ويندفع المكروه بها والثالثة مادة كافية للعيش الكريم تسكن نفس الإنسان إليها وتطمئن بها هذه ثلاثة هي مكون صلاح حال الإنسان في خاصة نفسه وصلاح المجتمع الذي نعيش فيه لنفصلها معاً حتى يتبين لنا كيفية الإصلاح أما الأولى التي هي نفس مطيعة أن ترزق نفساً مطيعة لله رب العالمين نفساً تكون طوعك لا أنت طوعها فطاعة النفس تكون من وجهين من ناحيتين الأولى النصح وهي أن تكون نفس المرء ناظرة إلى الأمور بحقائقها منتصحة بالواقع لا بالخيال ولا بالأمان منتصحة بالأيام والتجارب وحينها ترى الرشد رشداً فتستحسنه وتسعى له
حبا فيه وترى الغي غيا وتستقبحه فتهرب منه وتفر. نفس منتصحة ترى الرجد فتسعى إليه حبا فيه وترى الغي فتفر منه بغضا فيه. وصدق النفس بهذا النحو يكون متى؟ متى تصدق نفس الإنسان حتى تكون ناصحة؟ يكون ذلك إذا سلمت من دواعي الهوى ومصادقة أهله من أصحاب الأهواء والأغراض. يكون ذلك إذا سلمت من الهوى، والسلامة من الهوى لا تتأتى للعبد إلا من باب التفكر والتدبر والاسترشاد بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قيل: من تفكر أبصر، أبصر الأمور على حقائقها، رأى الأشياء بحقيقتها. وخير التبصر والتدبر ما كان من كتاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الله تعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. فإذا صح النصح على هذا النوع، على هذا النحو، أعطيت نفسك نصحها من كتاب الله ومن سنة رسول الله فانتصحت. كان الوجه الثاني من الطاعة وهو الانقياد. إذا انتصحت انقادت. والانقياد هو أن تسرع النفس إلى الرشد إذا أمرها صاحبها، وتنتهي عن الغي إذا زجرها، لأنها نفس منتصحة، نفس عالمة، نفس متبصرة، أبصرت الأمور على حقائقها من كتاب ربها ومن سنة نبيها، تدبرت الكون وما فيه، وتدبرت الآيات والأحاديث فأبصرت. فإذا أبصرت انقادت. فإذا كفيت نفسك بالنصح السديد والهدي الرشيد كفتك منازعة الشهوات. ودفعت عنها كيد الخائنين وكيد أصحاب الشهوات الذين قال الله تعالى فيهم: ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. لقد عرفتهم وتمثلتهم في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف تنقاد لهم؟ وتحقيق هذا المقام في قول الكبير المتعال البين الجلي: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذا دخلت باب هذا الجهاد وسعيت لنصح نفسك فإن التوفيق سيكون حليفك وستنقاد لك نفسك في الخير. وإذا انقادت نفسك للخير فأنت في عداد المحسنين، في عداد الصالحين، في عداد الخيرين. فمن جاهد النفس والشيطان وأعداء الدين على هذا النحو المتين أسعدته نفسه بالنصح والانقياد في الدنيا، وسعد به المجتمع الذي يعيش فيه وعز.
وبلغ السعادة في العقبة. أشياء مقدورة لو تدبرناها، أشياء مقدورة للنفس لو عقلناها. إخواني وأخواتي، هذا أصل من أصول الصلاح والسعادة والفوز في الدنيا والآخرة، أن ترزق نفسا مطيعة، ولن ترزقها إلا إذا جاهدت في الله حق جهاده، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وأما الأصل الثاني من أصول صلاح الفرد والمجتمع فهو الألفة الجامعة، المحبة، الألفة، وهي الالتئام والاجتماع والتحابب. هذه الألفة هي التي تجمع الشمل وتمنع الذل، ولا أدري كيف لا يعقلها الناس الذين هاجروا إلى هذه البلاد. فإذا كان كل واحد في المجتمع يعيش فرضاً مستقلاً بنفسه لا يألف الناس ولا يألفونه، تخطفته أيدي حاسديه وتحكمت فيه أهواء أعاديه، ومثل هذا لم ولن تسلم له نعمة مهما كان في عيش رغيض، لم ولن تسلم له نعمة ولم تصف له مدة، يعيش في قلق، يصحو في قلق وينام في قلق وخوف وذعر، لأنه فرد بنفسه يشعر بالاضطهاد، لا يرى له أليفا ولا حبيبا. وأما إذا كان آلفا مألوفا في مجتمع متآلف انتصر بالألفة على أعاديه وامتنع من حاسديه فسلمت نعمته منهم وصفت مدته عنهم. ومولانا تبارك وتعالى جعل هذا السبب، جعل الألفة من أعظم أسباب العيش الكريم، وجعل لنا نحن أبناء الإسلام أعظم سبب للألفة. الناس يتآلفون على الاجتماعيات، يتآلفون على الرياضات، يتآلفون على أشياء عدة، لكننا أمة الإسلام وهبنا المولى سبحانه وتعالى أعظم أسباب الألفة في الاجتماع على هذا الدين الحنيف، على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والعجب كل العجب أنك لا ترى أمة في الأرض مختلفة أشد الاختلاف سوى أبناء هذا الدين الذي وهبه الله تعالى مادة الألفة الجامعة لكل القلوب. منحهم هذا الدين، لم يعقلوه، لم يفهموه، بل حاربوه حتى تحاربوا عليه. هذا السبب العظيم سبب مجرب، ليس سببا مكتوبا في قانون، ولا هو صورة هلامية أو خيالية نتخيلها، وإنما كان عندما
عندما تآلف الناس على هذا الدين وعلى نصرته كان ما كان من العز، فقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلنا يعلم ذلك. والعرب أشد تقاطعا وتعاديا وأكثر اختلافا وتماديا، حتى إن بني الأب الواحد يتفرقون أحزابا فتثير بينهم بالتحزب والافتراق أحقاد الأعداء وإحن البعداء، حتى جعل وصار خصامهم عسيرا عسيرا جدا على الإصلاح ولو بإنفاق ما في الأرض من أموال. والله تعالى قال لنبيه: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. عسير أن تصلح هذه القلوب وأن تتآلف، لكن الله ألف بينهم بهذا الدين العظيم. فلما تآلفوا على الدين كانوا أشد خلق الله لله حبا، وكانوا أشد خلق الله حبا لبعضهم البعض وتعاطفا على بعضهم البعض، حتى كان الرجل منهم يكفل ابن عدوه بالأمس، يكون له أبا بعد موت أبيه. وفي هذا جاء قول الله تعالى في سورة الأنفال: وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. ولحاجة المجتمع المسلم إخواني وأخواتي للعز والنصر بهذا التآلف، فكثيرا ما حثنا نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم عليه وعلى الألفة. وأنا أعرف أن الكثير من الناس إذا تكلم وأسمعك من الأحاديث والآيات ترى أنك ما شاء الله لا قوة إلا بالله بين يدي حبر من الأحبار، لكن المراد الفعل. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم زكى نفوس أهل الألفة، زكى الذين يألفون ويتآلفون. ففي المسند لأحمد والبزار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن، يعني طبيعة المؤمن الذي استقر الإيمان في قلبه، المؤمن يألف ويؤلف. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وأنا ساعات أنظر فأرى أحد الناس يقول: أنا والله يعني لا أحب المساجد ولا أحب أننا يعني الحمد لله أنا بصلي والحمد لله أنا لكنني يعني الناس اللي في المساجد دي أنا يعني قلبي ما برتاح لهاش، قلبي لا يرتاح لها. هذا رجل لا خير فيه. إن لم تألف بيت الله وتألف من في بيت الله فمن تألف؟ المؤمن يألف الصالحين. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف. وفي حديث جابر عند الطبراني: وخير الناس أنفعهم للناس. هذا كلام معناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد ألفة جامعة، ألفة ناصحة، ألفة نافعة ينتفع الناس بعضهم ببعض بسببها وفيها، يعين بعضهم بعضا. إخواني وأخواتي، بعد الألفة تأتي ثالثة حالات السعادة والصلاح: أن يكون عندك من العيش ما يكفيك،
مما تذكر له نفس المرء ويستقيم بها أوله، يعيش، يوجد ما يقيم جوعه ويسقيه ويأويه، ينام مكفيا عنده ما يكفيه، عنده قوت يومه. هذه حالة من العيش ممدوحة وكافية وكريمة. ما دمت لا تقدر على غيرها فإن قدرت فسر، لكن لابد أن يكون سيرك في طريق الله. في من هذه الحالة من العيش جاء الحديث الذي خرجه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قد أفلح، قد أفلح من أسلم. الحمد لله رب العالمين على نعمة الإيمان والإسلام. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، رزقه الله تعالى ما يكفيه من العيش، وقنعه الله بما آتاه. هذا حديث جليل يحتاج إلى شرح طويل. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. قد اتفق العلماء على أن الفضل كله في الكفاف، لأنه حالة الأنبياء والأصفياء والأولياء. أيها الإخوة والأخوات، هذا الدرس وهذا الكلام يعلمنا أشياء مهمة. ما أرجوه من نفسي ولنفسي ولكم أن نعقل وأن نفهم. ساعات واحد يقول أنت متوقع الناس بتفهم كا، أنا بعتبر هذا الكلام فيه نوع من المبالغة وتزكية النفس. في الناس الكثير من يفهم، ولو أن نفسا واحدة مطيعة كفتك عند الله. في الناس خير كثير، أنا أخاطب هذا الخير في النفوس الطيبة. هذا الدرس يعلمني وإياك أن النفس لن تكون مطيعة إلا بتبصرها واعتبارها بكتاب الله تعالى المفتوح في الكون وسننه، وكتابه المقروء في القرآن الكريم وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا لن يتأتى لك إلا إذا كنت من طالب العلم، إذا كنت ساعياً لطلب العلم، إذا كنت أحد الذين ترحب بهم الملائكة وتسعى إليهم. الأمر الثاني أن الألفة والاجتماع ليست كسباً محضاً، يعني لا نستطيع أن نكتسبها بالأفعال، ولا هي سياسة خالصة بقدر ما هي منحة من الله سبحانه وتعالى. إذن عندما ترى نفسك فرداً لا تألف ولا تؤلف، لابد أن تفتش في نفسك. هناك خطأ، هناك شرخ في نفسك لابد أن تصلحه. الألفة منحة من الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحول حال أمة محمد لأحسن حال، فإن هذا الشقاق وذاك النفاق ما هو إلا لفساد في القلوب، وإلا فكيف لا نتآلف على هذا الدين العظيم. هذه المنحة يوفق الله تعالى عباده إليها عندما ترق قلوبهم، عندما تلين قلوبهم لذكر الله، فيخلق الله تعالى فيها التعاطف والتراحم والتحابب الجامع لشتات القلوب. الذين آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهلم بنا إخواني وأخواتي، هلم بنا ونحن هنا في دار هجرة، مهما كانت لك من إقامة، مهما كان لك من سنين، هلم بنا نصلح أنفسنا بما وصفه الشرع لنا، ولنعمل معا على طاعة ربنا بتقوية أواصر المودة والمحبة والتآلف على أساس هذا الدين، بعيدا عن العصبيات والوطنيات وجمعية بيت ما مش عارف مين وجمعية جماعة ما مش عارف مين. هذه لا مانع منها، لكن لابد أن يكون الجامع الأكبر هو هذا الدين. فنحن أحوج ما نكون إلى نبذ هذه الروح العصبية في هذه البلاد كمهاجرين. ولست أجد عن نفسي لا بيتاً لأحد ولا مكاناً جامعاً، لست أجد في نفسي مكاناً يقارب بين المهاجرين سوى المكان الذي جمع المهاجرين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، المكان الذي جمع بين المهاجرين والأنصار وتحاببوا وتآلفوا في عهد رسول الله هو المسجد. ولن تجد مكاناً يعيد لنا نفس المكانة إلا في المسجد. ونحن كمهاجرين كما قلت أحوج ما نكون إلى هذا في هذه البلاد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.